طيب نرجع لموضوع اللحمه، ورقه اللحمه. ورقه اللحمه هي ليها زبون كتير قوي او زبون كبير جدا في مصر بيحب اللحمه بطريقه ورقه اللحمه. زمان في المطاعم القديمه او المطابخ القديمه بتاعت مصر كانوا بيعملوا ورقه اللحمه دي مش في ورق زبده، ورق الومنيوم. لو حضراتكم فاكرين الورق الكرتون بتاع زمان، يمكن اخواتنا الاسكندريه لحد دلوقتي بيستخدموه في بعض الاماكن اللطيفه، بيعملوا بيه بيعبوا فيه الفاكهه. الورق الكرتون اللي هو تلاقيه لونه بني كده او بيج، هو بيبقى ليه نفس، تحس اللحمه كده جواه ملفوفه. كيس الفاكهه الخوخ بتاع زمان والحاجات دي، انا ما اتذكر، انا كمان يعني شلت الكيس ده ومسكته. وطبعا بنتكلم من زمان قوي، ولكن في ناس لحد دلوقتي محتفظه بالفكره دي. فكان اللحمه بتتكمر فيها وتتحط في الفرن البلدي وتقعد بالساعتين تطلع معاك زبده. ده كان الاول. الورق مبقاش متوفر، فبقينا نشتغل بيه ورق الزبده اللي حضراتكم عارفينه طبعا، اللي هو البكر ده، او ورق الالومنيوم. فبقدر استغل الاثنين عشان ما ابقاش دايركت من اللحمه للورق الالومنيوم، ولا ابقى سايب الزبده او ورق الزبده فيبقى برده يبوش مني بسرعه. طيب اول حاجه هنجيب عندنا حته اللحمه، اي حته لحمه حضراتكم بتحبوها، بس يكون فيها نسبه دهون شويه. وانا ارجح دايما حته الانتر كوت، او حته اللحمه اللي هي بتبقى من حته الدروع، بتبقى فيها نعومه شويه وفيها طعم كويس. ببدا عندي بحط عندي حبه ملح من ملح السي سولت بتاعنا او الصخر بتاعنا كده اهو، وابدا ابهر حته اللحمه الاول. في ناس تقول لك لا ما احبش ابهر اللحمه، خليها بعدين. اقول لك والله اسف، لازم حته اللحمه قبل ما ننزل على الشوايه تتبهر كويس، او على الطاسه او في الحل او ايا كان. بحط حبه كمان على القطاعه زي ما حضراتكم شايفين، والهدف منهم هتبل اللي ما تبلش من ظهر حته اللحمه. واجيب عندي فلفل اسود برده مجروش، وابدا ابهر حاجتي كويس جدا الاول. حته اللحمه دي ممكن لو انا عايز ابططها واخليها قد كده مرتين ماشي، مش عايز هنشوف برده ممكن نعمل ايه دلوقتي في اللطيف. بعمل كده، بص كده اهو، واجي بقى عندي شايف الحته اللي ما تبلتش، واروح اعمل كده اهو، ده اللي انا قصدي عليه. يبقى تبلت حته اللحمه بتاعتي من الوش ومن الظهر بكل بساطه اهو كده اهو. وهقلبها برده، وممكن نديها كمان سنه عشان لو ما اتبهرتش كويس من الفلفل الاسود زي ما انا شايف، ويبقى بس ايه مظبطين امورنا واحده واحده. حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. حابب بقى اروق عليها بحبه اعشاب، وماله ايه الاعشاب يا شيف؟ والله لو عندي حبه اكليل الجبل زي ما حضراتكم شايفين كده، ممكن استغلهم معايا النهارده وافرمهم كده فرمه على سن السكينه كروكي، مش شرط حاجه معينه، وابدا برده يديني نفس كويس على الشوايه. طب لو يا شيف ما عنديش شوايه، طاسه. ما عنديش طاسه، اكيد في كل بيت فيه طاسه، فانا بحاول بس يعني اقول البدايل بطريقه تكون برده سهله. ببهرها كده بسنه اعشاب. الروزماري دايما او اكليل الجبل ده بيبقى ليه طعم كويس جدا ولطيف قوي مع انواع اللحوم بالاخص. والزعتر حلو قوي برده مع اللحوم، ولكن بيبقى احلى واحلى مع ايه؟ مع الطيور اهو. تبلناها زي الفل وتم التمام. ممكن اضيف لها ميه بصل لو حبيت، ممكن اعمل اللي انا عايزه كله، ولكن انا همشيها كده وهديها من عندي سنه زيت تخليها معايا طريه على الشوايه وما تتحرقش مني بسرعه اهو. شايف كده اهو، وراح متبل حته اللحمه الاول. لازم حته اللحمه تاخد وقتها كده في كل حاجه بنعملها، من التتبيله من كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، عشان الحاجه تبقى ماسكه شويه في نفسها كده، ما يبقاش الموضوع عشوائي اهو. حلو الكلام. بص حته اللحمه لما بحط ايدي عليها عامله ازاي، شايف رايحه جايه، بص منظرها عامله ازاي وهي لسه بنقول يا هادي اهو، شكلها واضح ومش هتاخد مني وقت في التسويه ان شاء الله وفي البساطه اهو. هاجي اخد بعضي عندي فصين توم شايفهم، هاخدهم عندي كده اهو بالشكل كده اهو، هيدوا نفس معايا برده، ومش شرط احط عندي توم مفروم عشان خاطر ما يتحرقش مني بسرعه. ونروح رايحين على الشوايه اللطيفه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونازلين كده اهو اهو. بفرد حته اللحمه بالشكل ده، وهدي عندي فصين التوم بالشكل ده. تمام تمام. طيب هنعمل ايه تاني بقى؟ عندي طاسه تانيه شغاله قدام حضراتكم، الطاسه الفاضيه دي هتعمل فيها ايه؟ جايب عندي اربع خمس بصلات متقطعين اي تقطيع حضراتكم بتحبوها، وممكن اخدها عندي تقلبتين حلوين هنا كده عشان يمشي معايا في ورقه اللحمه، يكون برده في جزء من التسويه وهو ده المطلوب كده اهو. وايه كمان؟ والله البوله الفاضيه دي مطرح البصل، هعمل حاجه حلوه برده يا رب تعجب حضراتكم. حبه زيت هنا اهو كده اهو، وحبه ميه البصل دول شايفهم يا باشا،
واقوم جايب عندي سنه ملح كمان وحبه بهارات لطيفه لو حبيت، وهقلبهم مع بعض كده اهو، شايف الكلام ده، واجي على الشوايه برده واسقسق اموري كده اهو، شايف، ادي نفس اعلى واعلى اهو. ريحه البصل طبعا تبقى حلوه جدا في اللحوم او ميه البصل بالاخص، واسيبها عندي تكمل الشوي وعندي حاجتي شغال زي ما انا. هرجع تاني ابص على البصلايه، سيبها عندي تتكرمل. ويعني ايه تتكرمل؟ يعني نزلها تسخن. بص اللون عامل ازاي، اللون ده هو اسمه الكرمله. يعني ايه كرمله؟ اللي هو بقى يعني الكرملايز، او اللي هي الكراميل، لون الكراميل يعني اهو كده اهو، شايف الكلام، من غير اي حاجه خالص، سيبها مع نفسها تعيش حياتها. عندي بطاطسايه برضو لو حابب اديها يعني تسويه ما عنديش مشاكل، اسيبها ني في ني برضو ما عنديش مشاكل. عندي قرن فلفل حار هنزل بيه كمان مع البصلايه، ماشي الكلام لحد كده. والثوم عندي الشرايح هنزل بيه برضو اهو، ورقتين غار عسل في النص، حبيتين حبهان، واكسرهم قدامي على القطاعه عشان ينزلوا برضو يدوني نفس اللي انا عايزه باي حاجه اهو، بظهر المغرفه عشان البذور دي تديني نفس كويس كده اهو، وانزل بيهم هنا واقلب حاجتي. اجي بقى في النص اروح اعمل حركه جريئه، يعني بشغل كل يوم ثلاث، ادي معلقه سمنه يا عم ما تهرجش، جربوا، ادي معلقه السمنه بتاعتي، بسم الله تمام لحد كده، واروح مقلب حاجتي بقى كلها. بص بقى المنظر اتحول ازاي، انا لخصت عليكي وقت طويل جدا في موضوع الفرن، بسهل الامور معاكي ما بخليش الحاجه تاخد منك وقت كتير، وهو ده المطلوب. البطاطس بنزل بيها اصفيها كويس قوي من الميه، وبحط عندي البطاطس دايما عشان خاطر ما تسودش مني، لازم احطها في ميه، وانزل عندي البطاطسيه كده اهو اهو كده اهو، تاخد هي كمان ريحه وطعمة الزبده او السمنه اللي حطيناها اهو، شوف الكلام، اللهم صل على النبي، شكلها يفتح النفس واحنا لسه بنقول يا هادي. طيب يلا بينا نبص على منظر اللحمه، يلا بينا، بسم الله، شوف المنظر. وتاني بقول لحضراتكم لو ما عنديش الشوايه دي عادي جدا في طاسه هعمل نفس الموضوع كده اهو، وارجع تاني بالتتبيله بتاعتي واسقسق اموري، جايب عندي حبه الاعشاب برده وبوظفهم عندي للريحه وكانهم فرشه. ريحه الدهون كمان مع البصل تفرق كتير جدا. هقلب تاني الخضار بتاعي، شايفين المنظر بقى البصلايه عامله ازاي؟ حاجات باينه جدا. طيب هنعمل ايه تاني؟ والله تعال نروق مكاننا ونجيب ورق الالومنيوم بتاعنا ونبدا نقفل ورقه اللحمه عشان ندخلها الفرن وننساها. والفراخ نبص عليها برده بالمره، حالا جاي لك، نروق مكاننا ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم في ورقه اللحمه. جايب عندي صينيه فاضيه، بس الاول نرفع حاجتنا ونروقها ونشوف هنعمل ايه كده اهو. اهم حاجه الواحد يروق مكانه اول باول، حالا لحظه واحده ده كده اهو تمام، شايف المنظر. طيب خلاص كده يا شيف، خلاص، بس انا عندي حاجه برضو احب اضيفها مع حضراتكم، نجيب مغرفه نظيفه بتاعت غير بتاعت الفراخ، هاخد عندي واحده من مرقه الخضار اللي عندي، شايفها واحده كده حلوه، هتفرق في ايه؟ هتسوي معايا الامور بسرعه وبلطافه. بسم الله الرحمن الرحيم، ارجع تاني للحمه، ما سيبهاش تستوي اكتر من كده بقى، شايف المنظر لسه تكون جوسي قدامي، شايف اهو كده اهو، حكت كده اهو، وراح اعمل ايه بقى؟ شوف هنا يا عم اتهرق، والله هو زي ما انا كده اهو، وفص الثوم المشوي معاهم، دي ورقه لحمه. هنعمل ايه قبل ما نروح نقفل الصينيه بتاعتنا؟ نرفع بس النار دي. هرجع تاني حته ورقه زبده ومعاها كمان حته ورق الومنيوم قدها كده اهو، شايف الكلام ده، بس هنعمل كده العكس، حلو الكلام ده، ماشي، وبرده معلقه سمنه، ماشي الكلام، نعمل حاجه حلوه برده تديني نفس كويس. هناخد عودين زعتر من الحلوين الروزماري اللي قدامي دول كده اهو معايا، ماشي، نعمل كده
بيدي نفس كويس قوي صدقوني الروزماري ده. وابدا الاول هدهنها كده. جربوا الطريقه وقولوا لي انا معاكم كده اهو. طبعا الروزماري مش عايزينه برضو حسب الرغبه. تمام يا باشا لحد كده؟ تمام جدا. طيب هنجيب الصينيه الاول وهنعمل ايه بقى؟ هنجيب حته اللحمه الاول. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. ماشي الكلام لحد كده؟ كلام جميل. ونكمر الامور شويه كده اهو عشان لما نيجي ننزل بحاجه ما توقعش مننا. شوف الخضار عامل ازاي بقى لما نزل. نجيب الصينيه الحلوه دي ونروح عاملين كده اهو. وانزل عندي بالخضار بتاعي كده اهو. بسم الله اهو. حتى اللي في الحله دول هرفعهم معايا برضو البصله الحلوه دي. ماشي الكلام؟ تمام تمام. افرش بقى حاجتي، شوف المنظر عامل ازاي، واجي اروح اعمل كده اهو، واروح اعمل كده اهو. خلاص خلصنا؟ لا لسه بقى. نجيب ورق المونيوم كمان. حاضر. واروح اعمل كده اهو. فاطمه هانم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، كله بخير نحمد ربنا. الحمد لله. تسلمي. ايه طبعا انا متابعه حضرتك من اول يعني ما حضرتك كنت موجود اشكرك. وانا يعني بعزه حضرتك جدا، مش عارفه طبعا اوصف ازاي. ربنا يديك المحبه. تسلمي يا فندم. كل اكلاتي من ايد حضرتك صراحة. ده شرف ليا والله المكالمه دي والكلام ده كله والله يا فندم، ربنا يعزك. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. وعندي بنوته كامله 4 سنين. الله اكبر. يعني نشات معايا بقى مع حضرتك بصراحه. يا سلام، ده الجيل الجميل. هي عايزه اتكلم حضرتك. اديني اسمها ايه قلنا؟ منى. كندا. كندا القمر. اديني كندا الجميله. ايوه. اهلا اهلا كندودي، ازيك يا حلوه؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا جميله؟ 4. 4. طيب ايه الحكايه بقى هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بيه. شوف فتح بقى ورق، شوف المنظر. شوف ورق الزبده ده حطيناه من شويه، فاكرين حته اللحمه اهو. همسكها كده اهو زي ما هي كده اهو، الورق بتاعها، واجي هنا اهو كده. بسم الله بسم الله. ايوه شكرا. فاكرين حبه الميه اللي حطيناهم؟ تعالى معلش يا ابراهيم انا اسف. تعالى هنا شوف، فاكر حبه الميه اللي حطيناهم هنا؟ طبعا سخنه اهو، شايفهم دول اللي سووا لي بقيه حاجتي اهو. حبه ميه صغيرين مش حكايه، بس لازم نوري برده الناس. نرفع الصينيه ونيجي بقى نشوف حكاية ورقة اللحمة أخبارها إيه؟ أنا ممكن أشيلها من ورق الألمونيوم بتاعها والزيت، بس هي ورقة لحمة فلازم تبقى بس باينة قدام حضراتكم كده. إيه ممكن نشوفه بقى؟ نجيب عندنا شوكة ونبص. بص البطاطساية دي يا باشا، خدت بالك بالتسوية؟ بص البصلية لونها عامل ازاي؟ طب ما تيجي تورينا بقى يا شيف. فاكرين الزبدة الورق ده اللي حطيناه الأول مع معلقة السمنة؟ بص عمل ايه؟ روزماري. ادي حتة اللحمة، شوف منظر، اللهم صل على النبي. شوف نجيب واحدة كمان شبه هي يا أستاذ. بتقول ايه؟ معلش أنا آسف. حكوا قال لك شبه اللحمه اللي كانت بتيجي في توم اند جيري، فانا ما خدتش بالي من الافيه فبقول تاني. قال لي الافيه وموتته، يعني انا ما موتتش حاجه. اديني ضحكت اهو. عسل عسل يا ابراهيم عسل. شوف المنظر عامل ازاي. خلينا نشوف اكل عيشنا ده بنختم، ما نضايقش الناس مننا. بص المنظر، ما فيش كلام اكتر من كده بصراحه على الاكل. خلاص